السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا باشمهندس؟ أو بتكونوا بخير؟ في التوتوريال النهاردة هنشرح سولفد اكزامبلز على بري ستريس كونكريت. أول اكزامبل معانا مدينا بوست تنشن كونكريت بيم سيمبلي سبورتد بالشكل ده في فيجر 1. مطلوب مننا نصمم البيم دي اكوردنج تو كيس بي. مطلوب مننا نحدد الريكوايرد بري ستريسنج فورس ات ترانسفير البي اي. تاني مطلوب الـ amount of pre-stressing steel الـ ABS، ونرسم schematic للـ curved cable profile. المطلوب التالت مطلوب مننا نحدد الـ stresses at final stage عند الـ critical section. مطلوب الرابع محتاجين نحدد الـ flexural strength of the beam، نحدد الـ M ultimate، ونحسب الـ factor of safety against ultimate failure. مطلوب الخامس محتاجين نحدد كمية الـ area steel اللي محتاجين نضيفها في القطاع علشان نصل لفاكتور اوف سيفتي 1.1 جنيست الالتيميت فيلير. المطلوب الاخير مطلوب مننا نحدد الفورسنج اندكس مع اهمال الكومبريشن ستيل لو انت عندك كومبريشن ستيل. طيب الداتا جيفن الاف سي يو 45، اف سي يو اي 35، اف بي يلد 1700، اف بي التيميت 2000، الاف يلد الحديدي العادي الاوردينري 400، اللوسز ب 12%، الاسبان 28، اللايف لود ب 30 كيلو متر بير متر ان فاكتور يعني وركينج لود، الفلورنج ويت 4 كيلو متر بير متر ان فاكتور، الكفر فور ذا كيبل الكفر لحد الاي بي اس ب 120 مللي، والكفر لحد الاوردينري ستير ب 60 مللي. طيب اول حاجه، اول خطوه عندنا بنحدد البروبرتس اوف اريا للجيفن كروس سيكشن. لو هي مش جيفن عندي اتاكد الاول ان البروبرس اوف اريا مش جيفن، عشان لو هي جيفن اشتغل بيها على طول من غير ما اضيع وقت في المساله. طيب عندي مش جيفن البروبرس اوف اريا، فهنحسبها. اول حاجه بنحسبها هي الاريا. هلاقي الكروس سيكشن عندي ابعاده 1300 في 250، ده التوب فلانج. الويب ابعاده 1220، البوتوم فلانج ابعادها 350 في 450. فالاريا هتساوي ايه؟ مجموع الاريات للتوب فلانج والويب والبوتوم فلانج، يبقى 1300 في 250 زائد 1220 للويب زائد 350 في 450 للبوتوم فلانج، يدينا الاريا 702500 ملم سكوير. بعد كده نحسب مكان اللوكيشن بتاع السي جي، مكان السي جي بتاع القطاع. نحسبه ازاي؟ ان احنا نجيب الاريا بتاع الفلانج في المسافه ما بين السي جي بتاعها لحد التوب ايدج، زائد الاريا بتاع الويب في المسافه ما بين السي جي بتاع الويب لحد التوب ايدج، زائد الاريا بتاع البوتوم فلانج في المسافه ما بين السي جي بتاعها لحد التوب ايدج، مقسومه على الاريا توتال بتاع القطاع. كده جبت مكان ايه؟ السي جي بالنسبه للتوب ايدج. يبقى حسبنا ايه؟ الواي توب اللي هي المسافه من السي جي بتاع القطاع كله لحد التوب ايدج. هنطبق في الايكويشن ونطلع الواي توب هتساوي 612.19 من 100 مللي. نحسب الواي بوتوم اللي هي هتساوي التوتال سيكنس بتاع القطاع ناقص الواي توب اللي هي المسافه من اول هنا لحد هنا كلها، ونطرح منها الواي توب. المسافه دي من اول هنا لحد هنا بتساوي 350 و1250 اللي هي هتساوي 1600 ناقص الواي توب، تطلع ب 987 و81 من 100 مللي. بعد كده نحسب الاي اللي هي المسافه ما بين السي جي بتاع القطاع لحد السي جي بتاع الاي بي اس، هتساوي ايه؟ الواي بوتوم ناقص الكفر بتاع ايه؟ الكيبل. يبقى هتساوي 987 و81 من 100 ناقص 120 دينا 867 و81 من 100 مللي. طيب بعد كده نحسب الانيرشيا بتاع القطاع. الانيرشيا هتساوي ايه؟ هتساوي الانيرشيا بتاع التوب فلانج زائد بعد كده ننقل الانيرشيا من السي جي بتاعها للسي جي بتاع القطاع، يبقى نضرب في الاريا بتاع الفلانج يبقى زائد، يبقى الانيرشيا بتاع الفلانج توب فلانج زائد الاريا بتاعتها في المسافه ما بين السي جي بتاعها والسي جي بتاع القطاع، يبقى هيساوي 1300 البعد ده في 250 تكعيب على 12. كده الانيرشيا بتاع التوب فلانج زائد الاريا بتاعتها في المسافه ما بين السي جي بتاعها للسي جي بتاع القطاع سكوير، زائد الانيرشيا بتاع الويب اللي هو عباره عن 220 في 1000 تكعيب على 12، وننقل الانيرشيا بتاع الويب من السي جي بتاع الويب للسي جي بتاع القطاع الكل سكوير، يبقى زائد 220 في 1000 في افتح قوس 612 19 من 100 ناقص 750 سكوير. القوس ده اللي جوه القوس ده عباره عن المسافه من ما بين السي جي بتاع الويب للسي جي بتاع القطاع، زائد الانيرشيا بتاع البوتوم فلانج، وننقلها من السي جي بتاعها للسي جي بتاع القطاع، يبقى زائد الاريا بتاعتها في المسافه ما بين السي جي بتاعها للسي جي بتاع القطاع كل سكوير، يطلع لعند الانيرشيا ب 2.7 من 100 في 10 اس 11 مليمتر اس 4.
نحسب الزد توب اللي هتساوي الانرشي على الواي توب، تطلع ب 338 و14 في 10 اس 6 ملم كيوب، والزد بوتوم هتساوي انرشي على الواي بوتوم تطلع ب 209 في 56 و56 في 10 اس 6 ملم كيوب. مطلوب مننا المطلوب الاول نحدد بري ستريسنج فورس الترانسفير. عندنا الفورسز اللي بتأثر في مرحلة الترانسفير ما عندناش غير تو فورسز فقط، اللي هو البي اي والام والمومنت نتيجة الاون ويت. طبعا المومنت نتيجة الاون ويت مش جيفن. نحسبه ازاي؟ نحسب الدبليو اون ويت، اللود يونيفورم نتيجة الاون ويت بيساوي جاما كونكريت في الاريا بتاع القطاع، يبقى 25 في 0.7025. خد بالك دي الاريا بس مضروبة ب 10 اس سالب 6 علشان نحولها من مليمتر سكوير كيو مليمتر سكوير لمتر سكوير، علشان اليونتس بتاع الجاما كيلو نيوتن بير متر كيوب. يطلع لي الدبليو اون ويت ب 17.56 من 100 كيلو نيوتن بير متر. احسب المومنت نتيجه الاون ويت عند كريتيكال سيكشن اللي عندي اللي هو في النص، اللي هو هيساوي الدبليو اون ويت في ال سكوير الاسبان سكوير على 8، يطلع لي ب 1720.8 من 10 كيلو نيوتن. طيب تعالى نحسب الاستريسز بقى في القطاع اللي عندي. هنحسب الاستريسز في التوب والبوتوم. هلاقي ان الاف توب بيساوي ناقص بي اي على الاريا زائد بي اي في الاي على الزد توب ناقص المومنت نتيجه الاون ويت على الزد توب. طيب تعالى نشوف ليه خدنا الاشارات دي، ليه دي نيجاتيف ودي ليه بوزيتيف ودي ليه نيجاتيف. تعالى لو بصينا على الشكل اللي قدامنا ده كده، هلاقي ان عندي ناقص بي اي على الاريا، ان انا عندي بي اي بتعمل كومبريشن على القطاع كله يونيفورم، فالتأثير بتاعها او الاستريس بتاعها في اي مكان في القطاع بيساوي نيجاتيف بي اي على الاريا، والنيجاتيف نتيجة ان ده ايه كومبريشن فورس على القطاع زائد بي اي في الاي على الزد توب. خد بالك احنا هنحسب فين في التوب، هلاقي ان البي اي مكان تأثيرها هنا، فكأنها بتعمل ايه، فكأنها بتضغط على القطاع من هنا، بتضغط على القطاع من تحت، فتأثيرها قلنا هيبقى عبارة عن يونيفورم ستريس، والتأثير التاني بتاعها هيبقى عبارة عن مومنت، بتعمل مومنت عندي على القطاع. المومنت ده قيمته قد ايه؟ البي اي في المسافة ما بينها ما بين مكان تأثيرها لحد النيوترال اكسس او السي جي بتاع القطاع عندي اللي هي ايه؟ الاي. يبقى المومنت نتيجة البي اي هيساوي بي اي في الاي. طيب اتجاهه ازاي المومنت ده؟ هلاقي اتجاهه عامل كده، بيعمل كومبريشن تحت وتنشن فوق، فدايما ديل السهم بيكون ناحيه التنشن والسهم ناحيه الكومبريشن. فلاقي احنا بنحسب الاستريس هنا نتيجه البي اي، فلاقي ان عند فوق هنا فوق هنا في القطاع هلاقي بيعمل ايه تنسايل ستريسز، فعشان كده خدنا الاشاره ايه بوزيتيف. يبقى زائد بي اي في الاي ده كده المومنت، قيمه المومنت بتاع البي اي مقسوم على الزد توب بتاع القطاع عندي ناقص المومنت نتيجه الاون ويت على الزد توب. ليه بقى خدنا الاون ويت بالنيجاتيف؟ علشان هلاقي تاثير المومنت عامل ازاي نتيجه الاون ويت عندي ده كده، كان عندي سيمبل بيم بالشكل ده. وعليه يونيفورم لود، فالمومنت نتيجه اليونيفورم لود هيساوي اي دبليو ال سكورد على 8 فين؟ في النص هنا. طيب اتجاه المومنت عامل ازاي؟ عامل كده. يبقى ده اللي سمى فين؟ لتحت، والسهم نفسه فين؟ فوق. فبيتولد عندي على القطاع ايه؟ تنشن تحت وكمبريشن ايه؟ فوق. طيب بما اني بحسب الاستريسز فوق في التوب ايدج، فالاستريس هيكون ايه؟ كومبريسيف استريسز، فالاشاره بتاعتها هتبقى ايه؟ هتبقى نيجاتيف. يبقى عرفنا ليه خدنا الاشاره هنا نيجاتيف، خدناها ليه هنا بوزيتيف، خدناها ليه هنا ايه؟ نيجاتيف. خد بالك دايما الاستريس نتيجه اليونيفورم لود اللي هو بي اي على الاريا هتبقى بالنيجاتيف على طول. يونيفورم كومبريسيف ستريسز. طيب البي اي في الاي على الزد توب او الزد بوتوم الاشاره بتاعتها هتختلف على حسب الاي بي اس موجوده فين، هل هي موجوده تحت في القطاع او موجوده فين فوق. فبشوف المومنت نتيجه البي اي في الاي بيعمل اتجاهه عامل ازاي، اتجاهه عامل كده ولا هيعكس. طيب لو اتجاهه عامل كده البي اي تحت، يبقى هيعمل مومنت اتجاهه عامل كده. لو انا بحسب الستريسز فوق في التوب ايدج، يبقى هتتولد هنا اتولد هنا تنسال ستريسز، يبقى اخدها بايه؟ بالبوستر. والمومنت او الاستريسز نتيجه الاون ويت، المومنت نتيجه الاون ويت هيبقى اتجاه المومنت عامل كده نتيجه الاون ويت، فهيتولد هنا فوق نتيجه الاون ويت هيتولد هنا ايه؟ كومبريسيف ستريسز. فخدنا الاشاره ايه؟ بالنيجاتيف.
طبعا الاف توب في مرحله الاسترانسفير ما يزيدش على الاف تي اي، ما يتولدش ايه او الاستريسز ما تزيدش عن الاف تي اي الالاوبل تنسايل ستريس. الاف تي اي هيساوي ايه؟ 0.22 جذر اكس يو ار في اي مكان فين على البي. طيب او بتساوي اف تي اي بيساوي 0.44 جذر اكس يو اي عند السيمبلي سبورتد اندس. لو انا بحسب الاستريسز هنا عند الاندس هنا في مرحله الترانسفير، ده هيبقى الالول بتاعي للايه؟ للتنسايل ستريسز. طيب الاف بوتوم هتساوي ايه؟ الاستريسز في البوتوم هتساوي نيجاتيف بي اي على الاريا، طبعا ده يونيفورم ستريس يبقى كومبريسيف الاشاره بتاعته بالنيجاتيف، ناقص بي اي في الاي على الزد، طبعا دي زد بوتوم انا عدلها، يبقى ناقص بي اي في الاي على الزد بوتوم زائد الام نتيجه الان ويت على الزد بوتوم. خد بالك دي اشاره نيجاتيف، احنا عارفين ليه. طيب دي ليه خدناها نيجاتيف؟ انا بحسب الاستريس عند البوتوم فلاقي ان المومنت نتيجه البري ستريسنج اتجاه عامل كده، فانا بحسب الاستريس هنا تحت فيبقى ايه؟ كومبريسيف ستريس. بيحصل هنا ايه؟ ضغط نتيجه المومنت نتيجه البي اي. طيب زائد المومنت نتيجه الاون ويت اللي خدناه بالبوستر، لان اتجاه المومنت نتيجه الاون ويت اتجاهه عامل كده، وانا بحسب الاستريس تحت فيتولد هنا ايه؟ معدل السهم يتولد ايه؟ تنسايل ستريس، فغطاه ايه؟ بالبوستر. الاستريس عند البوتوم ما تزيدش عن ايه؟ عن الاف سي اي. الاف سي اي في مرحله الترانسفير هتساوي نيجاتيف 0.048 من الاف سي يو اي، او بتساوي نيجاتيف 0.55 اف سي يو اي لو عندي ايه؟ لو انا بعمل الشيك عند السيمبلي سبورتد انس، عند السيمبلي سبورتد انس عند السكشن ده كده. طيب ليه احنا خدنا الاف توب الاستريس ما تزيدش عن الاف تي اي، وليه في البوتوم قلنا الاستريس ما تزيدش عن الاف سي اي؟ طبعا انا في مرحله الترانسفير خايف ان الفاينل ستريس نتيجه التجميع اللي فوق دي، نتيجه النيجاتيف بي اي على الاريا والبي اي في الاي على الزد والنيجاتيف مومنت على الزد، ان يحصل ايه؟ تنسايل ستريسز فوق. خد بالك تاثير الكومبريشن نتيجه الاون ويت اللي هو بالنيجاتيف هنا بيبقى قليل بالنسبه لتاثير التنشن نتيجه ايه؟ البي اي في الاي. فانا خايف هنا يتكون تنسول ستريس اكتر من الاول. والبوتوم عندي نيجاتيف بي اي ونيجاتيف بي اي في الاي وزائد المومنت على الزد، فانا خايف ان المومنت ان الكومبريسيف ستريس نتيجه البري ستريسنج سواء يونيفورم او مومنت نتيجه البي اي في الاي يتغلبوا او يكونوا زيادة قوي، فتولد لي كومبريسيف ستريسز زيادة عن الألو اللي هو نيجاتيف 0.48 من الاف سي يو ار. تعالى نعوض عندنا في الايكويشن، قلنا الكريتيكال سيكشن في الميد سبان عند الاف توب هيساوي نيجاتيف بي اي على الاريا زائد بي اي في الاي على الزد توب ناقص المومنت نتيجه الاون ويت على الزد توب، قلنا اللي هو ما يتزيدش عن الاف تي اي. طبعا احنا عايزين نحسب البي اي فهنساوي الاف توب بيساوي الاف تي اي على طول علشان نقدر نحسب البي اي. الاف تي اي هيساوي 0.22 جذر اف سي يو، يبقى تساوي 0.22 جذر 35 يساوي 1.3. يبقى الاف توب هيساوي نيجاتيف بي اي اللي انا عايز احسبه على الاريا بتاع القطاع زائد البي اي اللي انا عايز احسبها في الاي اللي احنا حسبناه من البرورس اوف اريا على الزد توب ناقص المومنت نتيجه الاون ويت. خد بالك هنضربه في 10 اس 6 عشان نحوله من كيلو نيوتن في المتر لنيوتن في الملي متر على الزد توب، ونساويه ب1.3 ونطلع من الايكويشن دي البي اي. البي اي هتطلع ب 5590 كيلو نيوتن. من الاستريسز في البوتوم هنجيب هنسويها بالإيكويشن بتاعتها. خد بالك احنا قلنا دي زد بوتوم، دي غلطة بس هنصلحها. تمام
ونسويها بالاف سي اي. الاف سي اي قلنا بيساوي نيجاتيف 0.48 في الاف سي يو، قلنا نيجاتيف علشان دي كومبريسيف ستريسز، يدينا نيجاتيف 16.8 من 10 نيوتن بالمليمتر سكوير. نعوض في الايكويشن عن الاريا وعن الزد بوتوم وعن المومنت وعن الزد بوتوم، ونسويها بالايه، بالالاوبل كومبريسيف ستريسز، ونجيب البي اي. البي اي هتلاقيها بتساوي 4494.8 من 10 كيلو نيوتن. لما نيجي نختار ما بين التو بي اي، بنختار ايه الاقل منه، يبقى نختار ايه البي اي الاقل، لان البي اي الاقل هي اللي هتسيف لي الاف توب والاف بوتوم. يعني حاول كده، جرب كده، خد البي اي اللي احنا اخترناها دي اللي هي الاقل واحده منهم، وعوض عنها في الاف توب، هلاقي ايه ان الاستريس اللي هيطلع من هنا هيطلع اقل من 1.3. حسبنا البي اي، المفروض الخطوة اللي بعد كده طالب مننا نحسب الاي بي اس. نحسب الاي بي اس ازاي؟ ان احنا نجيب الالو بري ستريسنج ستريس عند الترانسفير اللي هي الاف بي اي. الاف بي اي هتساوي السمولر اوف 0.7 اف بي التيميت، وال0.8 الاف بي يلد. 0.7 في الاف بي التيميت هتساوي 0.7 في 2000، يدينا 1400. ال0.8 في الاف بي يلد هتساوي 0.8 في 1700، يدينا 1360. نختار الأقل منهم اللي هي 1360. عندنا الاستريس اللي هي الاف بي اي بيساوي الفورس على الاريا، الفورس اللي هي البي اي، والاريا اللي هي اي بي اس. نحسب الاي بي اس هتساوي بي اي على اف بي اي، يبقى هتساوي البي اي اللي احنا اخترناها اللي هي تساوي 4494.8 من 10، نضربها في 1000 عشان نحولها لنيوتن، هي كيلو نيوتن، نحولها لنيوتن، نضرب في 1000، نقسم على 1360، يطلع لي الاي بي اس ب 3305 ملم سكوير. طيب، طالب مننا في نفس المطلوب نرسم سكيماتيك للكيرفت كيبل بروفايل. عندنا ده شكل، ده البيم اللي عندي، الاسبان بتاعها 28 والسكنس بتاعها متر 6 من 10. ده السكشن سنترويد او مكان السي جي بتاع القطاع بتاعي اللي احنا حسبناه. المسافة من هنا لحد عند القطاع اللي في النص، المسافة من هنا لحد الكيبل هو عبارة عن الاي، والمسافة من هنا لحد البوتوم ايدج عبارة عن الكفر بتاع الكيبل. خد بالك شكل الكيبل بيبقى على شكل بارابولا من الدرجة التانية، بياخد الشكل ده كده، بيبتدي من هنا من عند السي جي للقطاع لحد، ويوصل هنا لحد الكفر بتاعي، كيبل كفر، بعد كده ايه يوصل الناحية التانية لحد ايه السي جي بتاع القطاع. طبعا المحاول الاكسس بتاعتي بتبتدي من النقطة دي، من عند الميد سبان، ده محور اكس، ده محور واي. الكيرف ده بيبقى له معادلة من عند المحاور دي اللي هو محور اكس ومحور واي، عند النقطة دي الايكويشن بتقول لك ان الواي بيساوي 4 في الاي مضروبة في اكس اوفر ال سكويرد. الاي طبعا احنا حاسبينها 0.867، ال عبارة عن السبان بتاع الكاميرا عندي، يدينا الايكويشن 4 423 من 1000 10 أس سالب 3 إكس سكوير. يبقى دي معادلة الكيبل كيرف بروفايل، بيبقى على شكل بارابولا بالشكل ده كده، نبتدي هنا من السي جي لحد الكفر عندي، أو المسافة إيه من السي جي بتاعي، ويكمل لحد السي جي بتاع القطاع. إكس بتبتدي محاور إكس وواي بتبتدي منين؟ بيكون مكانها هنا. يبقى انا لو عايز اجيب المسافه واي اللي هي المسافه من النقطه دي لحد النقطه دي، اعوض في الايكويشن دي، هتطلع لي عباره عن المسافه دي كلها 0.867. يعني اعوض في الايكويشن دي عن الاكس اللي هي المسافه دي اللي هي عباره عن 28 على 2، اعوض انا في الايكويشن دي هيطلع لك الواي بالاي اللي هي المسافه من هنا لحد هنا. المطلوب بعد كده نحسب الاستريس عند الكريتيكال سيكشن في الفاينل ستيج، الفورسز الاكتنج عند ات فاينل ستيج. الفورسز اللي بتأثر عندي في الفاينل ستيج عبارة عن البي اي اللي هيساوي بي اي واحد ناقص اللوسز. البي اي قلنا ب 4494.8 من 10، واحد ناقص اللوسز كان ب 12%، يبقى 12 من 100،
يدينا البي اي 3955 و4 من 10 كيلو نيوتن. الفورس الثانيه اللي بتاثر عندي في الفاينل ستيج عباره عن الام توتال. الام توتال هتساوي الدبليو نتيجه الاون ويت زائد الدبليو فلورنج زائد الدبليو لايف لود. كل دي جيفن عندي، والدبليو اون ويت انا حسبتها واضربها في السبان سكويرد على 8 علشان انا بحسب ايه عندي الكريتيكال سيكشن فين في الميد سبان. يطلع لي الام توتال ب 5052 و8 من 10 كيلو نيوتن في المتر. احسب الاستريس في الفاينل ستيج، هلاقي الاستريس في الفاينل ستيج عباره عن ايه؟ الاف توب. لو احسب الاف توب هتساوي ناقص بي اي، طبعا اتحولت من بي اي لبي اي على الاريا، زائد بي اي في الاي على الزد توب، ناقص الام توتال على الزد توب، وتكون اقل من او يساوي الكومبريسيف الالاو الكومبريسيف ستريس اللي هي الاف سي، اللي هتساوي نيجاتيف 0.4 في الاف سي. نيجاتيف علشان ايه؟ كومبريسيف ستريس. هلاقي ان تاثير البي اي عباره عن يونيفورم كومبريسيف ستريس في خطه الاشاره النيجاتيف. المومنت نتيجه البي اي عباره عن بي اي في اي، وانا بحسب الاف توب، فاتجاه المومنت بيكون عامل كده نتيجه نتيجه البي اي، وانا بحسب الاف توب، فيتولد لي هنا في القطاع تنشن، وهيتولد في القطاع تحت ايه؟ كومبريشن، فاخد ايه؟ الاشاره بتاعته بالنيجاتيف. طيب انا بحسب عند التوب، فاخد الاشاره ايه؟ بوزيتيف، ناقص الام توتال على الزد توب. الام توتال اتجاه عامل كده بما ان دي سيمبل بيم، وبحسب المومنت هنا في النص، فلاقي اتجاه المومنت عامل كده، وانا بحسب الاستريسز فوق، فلاقي ان المومنت ده بيعمل ايه؟ كومبريشن فوق، فاخده ايه؟ فاخد الاشاره بتاعته بالنيجاتيف. الاف بوتوم هتساوي نيجاتيف بي اي على الاريا، طبعا نيجاتيف دي ثابته ما بتتغيرش عندها عشان ده يونيفورم ستريس، ناقص البي اي في الاي على الزد بوتوم، خدناه بالنيجاتيف علشان تاثيرها تحت بيكون كومبريشن، زائد الام توتال على الزد بوتوم. الام توتال ده المومنت اتجاهه عامل كده، فبيولد تحت ايه؟ تنشن، فهناخد الاشاره ايه؟ يكون الاف بوتوم اقل من او يساوي ايه؟ الاف دي الالاوبل بتاع التنشن. طيب الالاوبل بتاع التنشن بيساوي ايه؟ هلاقي ان ده التيبل عندي، ده الكيس لو عندي فول بري ستريسنج، فالاف تي لازم تكون اقل من او يساوي الزيرو. لو عندي الكيس بي اللي هي الان كراكت ستيت، فالاف تي تتراوح من الزيرو والاف سي تي ار. لو الكيس عندي سي، يبقى الاف تي تتراوح ما بين الاف سي تي ار وال0.9 جذر الاف سي يو. لو الكيس عندي دي اللي هي بارشال بري ستريسنج، فالاف تي لازم تكون اكبر من 0.9 من جذر الاف سي يو. في الاف توب هنجيب الاستريس في التوب، في التوب ايدج هتساوي نيجاتيف بي اي على الاريا، زائد بي اي في الاي على الزد توب، ناقص الام توتال على الزد توب، يكون اقل من او يساوي الاف سي. قلنا الاف سي بيساوي 0.4 في الاف سي يو، اللي هي نيجاتيف 0.4 45، الدنيا نيجاتيف 18 نيوتن بير مليمتر سكوير. احسب الاف توب اعوضها في الايكويشن، بتطلع بنيجاتيف 10.42، اقل من او يساوي نيجاتيف 18. خد بالك لو انت المفروض النيجاتيف 10 اكبر من نيجاتيف 18 كايه؟ كارقام، بس احنا بنقارن ما بين الابسولوت فاليو بتاع الكومبريشن او الكومبريسيف ستريسز مع الالاوبل ايه؟ كومبريسيف سترينث او كومبريسيف ستريس. فاحنا مجازا بنقول ان النيجاتيف 10 اقل من نيجاتيف 18، كاننا بنقارن ايه؟ الابسولوت فاليوز. طيب الاف بوتوم نعوض في الايكويشن بتاعها ونقارن بالاف تي، هنعمل الاف توب الاف بوتوم بتساوي 2.1، اقل من الالاو والاف تي اللي عباره عن 0.6 جذر الاف سي يو اللي هي الاف سي تي ار اللي هي ب 4 و25 من 1000. هنلاقي الاف بوتوم اقل من الالاو والاف تي، يبقى ايه؟ تمام. المطلوب الخامس نحسب الفليكشر سترينث للبيم. الستيبس بتاعتي بتكون عباره عن ايه؟ لو ده شكل البيم اللي عندي، وعندي اي بي اس واريا ستيل واريا ستيل داش، والمومنت بيأثر كده، فلاقي عندي تو تنشن فورس اللي هي التي تنشن في الحديد تستهل لتحت، والتنشن في الحديد الاي بي اس، وعندي تو كومبريشن فورسز اللي هي عباره عن الكومبريشن في الخرسانه والكومبريشن في الاريا ستيل داش. علشان احسب الام التيميت محتاج احسب المومنت عند اي نقطه عندي في القطاع، فاحسبها فين؟ هحسبها على مسافه ايه على الاثنين، اللي هي المسافه هنا كده نص الاي على الاثنين اللي هنا عند مكان تأثير الكومبريشن
نتيجة الخرسانة عشان ألغي تأثيرها. فالمومنت ساعتها يساوي الـ ABS في الـ FBS على 1/15 اللي هو التنجن في الحديد الـ ABS مضروب في المسافة من أول هنا لحد هنا اللي هي عبارة عن الـ Depth DB ناقص A على الاتنين زائد الـ Areas T في الـ F Yield اللي هي التنجن في الحديد في المسافة ما بينه وما بين الـ A على الاتنين من فوق، يبقى عبارة عن الـ D ناقص A على الاتنين زائد Area Steel Dash في الـ F Yield اللي هو الكمبريشن في الحديد الحديد اللي في الضغط مضروب في المسافة ما بينه وما بين الـ A على الاتنين عبارة عن A على الاتنين ناقص الـ D داش اللي هي المسافة دي أو الكفر بتاع الحديد الأوردينري. خد بالك المومنت نتيجة الـ T اتجاه عامل كده، المومنت نتيجة الـ T B اتجاه عامل كده، المومنت نتيجة الكمبريشن في الحديد الضغط هتلاقي اتجاه عامل كده، فهتلاقي إن التلاتة إيه بيتجمعوا على بعض زائد بنجمع التلاتة مع بعض. طيب علشان نحسب المومنت لو بصينا على الايكويشن دي هتلاقيك محتاج تحسب الاف بي اس ومحتاج تحسب الايه، لو حسبت الاثنين دول تقدر تحسب ايه المومنت. طيب يبقى عايزين نحسب الاف بي اس والايه. طب الاف بي اس بنجيبها ازاي؟ بنقول الاف بي اس بتساوي الاف بي التيميت في 1 ناقص ايتا بي مضروب افتح قوس ميو بي في الاف بي التيميت على 0.8 في الاف سي يو زائد دي على الدي بي افتح قوس في الاوميجا ناقص اوميجا داش اقفل القوس وبعد كده القوس بتاع الايتا بي وبعد كده اقفل القوس خالص اللي هينضرب في الاف بي التيميت. عندنا ايه بقى؟ الايتا بي فاكتور بيعتمد على التايب بتاع بريس تريسنج ستيل. الايتا بي هيساوي 0.68 لو الاف بي ييلد على الاف بي التيميت اللي جيفن عندك في السؤال اكبر من او يساوي 0.8، ويساوي نص لو الاف بي ييلد على الاف بي التيميت اكبر من او يساوي 0.85، او هتساوي 0.35 لو الـ FB يلد على الـ FB ultimate أكبر من أو يساوي 0.9. اللي عندي الـ D هو الـ Depth بتاع الـ Non Base Racing Steel اللي هي المسافة ما بين الـ Area Steel لحد الـ Top Edge، والـ DB اللي هي المسافة ما بين الـ ABS لحد الـ Top Edge، الـ Mu B عبارة عن اللي هي هنا دي الـ ABS على الـ B في الـ DB، الـ Mu اللي هنا في الـ Equation هتساوي أو الـ Omega بتاع الـ Area Steel هتساوي Mu في الاف يلد على 0.8 في الاف سي يو، والميو عباره عن الاريا ستيل في البي في الدي بتاعتها، الاوميجا داش هتساوي ميو داش في الاف يلد على 0.8 في الاف سي يو، قلنا الميو داش بتساوي اريا ستيل داش على بي في الدي، البي هتساوي الويث بتاع الويب لو حاله النيوترال اكسس جوه الويب عندي لو عندي تي سيكشن، والبي هتساوي الويث اوف فلانج اللي هي البي كبيره لو النيوترال اكسس كان في الفلانج لو عندي تي سيكشن. الخطوة اللي بعد كده هعمل الإكوليبرام إيكويشن معادلة الاتزان اللي عندي اللي هو عبارة عن الكمبريشن فورس اللي عندي بيساوي التنشن فورس، فعندي كمبريشن في الخرسانة وكمبريشن في حديد التسليح في الاريا ستيل داش هيساوي التنشن في الاي بي اس زائد التنشن في الاريا ستيل، وعوض في الإيكويشن عندي 0.67 في الاف سي في البي في الاي على 1.5 زائد اريا ستيل داش في الفيلد على 1.15 بيساوي اي بي اس في الاف بي اس على 1.15 زائد اريا ستيل في الاف فيلد على 1.15. من الايكويشن دي اقدر احسب الـ A، ومن الـ A اعمل تشيك الاول على المكان بتاع نيوترال اكسس. طبعا عشان اجيب الـ FBS هفترض الاول ان هو جوه الفلانج لو عندي تي سيكشن، وبعد كده احسب الـ A واعمل تشيك ان هو فعلا جوه الفلانج، لو مش جوه الفلانج يبقى لو طلع اكبر من الـ T بتاع الفلانج طبعا هعيد حسابات الـ FBS واعيد حسابات الـ A تاني. بعد ما حسبت الـ FBS والـ A اقدر احسب الـ M ultimate. طيب تعال نحسب كده الـ M ultimate بتاع القطار اللي عندي. أول حاجة هنعمل assume إن neutral access جوه الفلانج، نحسب الـ FBS. عشان نحسب الـ FBS محتاجين نحسب الـ ETA B، هنلاقي إن الـ ETA B هتساوي نص ليه لو جيت قسمت الـ FB اللي على الـ FB ultimate هتطلع أكبر من أو يساوي 0.85، فالـ ETA B هتساوي نص. تاني حاجة نحسبها هي الـ mu B اللي هتساوي الـ ABS على الـ B في الـ DB. خد بالك الاي بي اس طلعناها 3305 وهنستخدم البي بتاع الفلانج عشان نيوترال اكسس افترضناها فين جوه الفلانج، في الدي بي اللي عباره عن التوتال سيكنس بتاع البيم اللي هو 250 و1350 ونشيل منه الكفر بتاع الاي بي اس تطلع الميو بي بالرقم ده. بعد كده نحسب الاوميجا والاوميجا داش، هلاقي ان انا ما عنديش لا اريا ستيل ولا اريا ستيل داش، ما عنديش بس غير الاي بي اس، فالاثنين هيساوي صفر. بعد كده نحسب الاف بي اس نعوض في الايكويشن
هلاقي ان الاف بي اس هتساوي 1904.5 نيوتن بير مليمتر سكوير. بعد كده نعوض في معادله الاتزان، ما عنديش غير كومبريشن بس في الخرسانه وتنشن في الحديد الاي بي اس. يبقى الكومبريشن في الخرسانه عباره عن 0.67 في الاكس يو، في البي، في الاي. البي طبعا بتاع الفلانج، في الاي المسافه من بين نيوترال اكسس لحد التوب ايدج، او اللي عباره عن الارتفاع بتاع equivalent rectangle stress block، بيساوي الاي بي اس في الاف بي اس اللي احنا حسبناه على 1.15. من الايكويشن دي اقدر احسب الاي، هتطلع الاي عند 209.4 ملم، اقل من التي اس او التي بتاع الفلانج اللي هي كان 250. يبقى الافتراض او الفرضيه بتاعتنا صح، يبقى نقدر نستخدم الاف بي اس والاي اللي احنا حسبناهم في حساب الام التيمت. هاجي احسب الام التيمت هحسبه فين؟ هحسبه في على عند السي جي بتاع الكومبريشن، عندي ايه على الاثنين عشان الغي تاثير الكومبريشن في الخرسانه. يبقى ساعتها الام التيمت هتساوي الاي بي اس في الاف بي اس على 1.15 في المسافه ما بين التنشن هنا لحد الاي على الاثنين، هلاقي عباره عن دي بي ناقص اي على الاثنين. هحسب المومنت هيطلع 7530.3 كيلو نيوتن في المتر. احسب الفاكتور اوف سيفتي عباره عن الفليكشر سترينث على الابلايد التيمت مومنت. خد بالك الفليكشر سترينث اللي احنا لسه حاسبينه هو 7530 على الالتيميت مومنت عندي، اللي هو عباره عن 1.5 في الام وركينج اللي عندي. الام وركينج كنا حسبناها 5052.8، بتطلع الفاكتور اوف سيفتي 99%. المطلوب اللي بعد كده عايز اضيف حديد تسليح عادي عشان احقق فاكتور اوف سيفتي 1.1. علشان احقق فاكتور اوف سيفتي 1.1 يبقى محتاج احسب، يبقى الام التيميت بتاع القطاع اللي عندي الجديد اللي هضيف فيه اريا ستيل على الام التيميت اللي موجوده عندي، او الابلايد التيميت مومنت اللي عباره عن 1.5 في الام وركينج، يطلع 1.1 او اكبر. يبقى انا عايز اوصل لام التيميت الجديده تبقى بكام؟ هضرب ال 1.1 في الفاليو دي بحوالي 8337.8 كيلو متر في المتر او اكتر. طيب لو احنا عندنا اريا ستيل زياده، معادله المومنت هتبقى ايه؟ عباره عن اي بي اس في الاف بي اس على 1.15 في دراع العزم بتاعها، زائد التنشن في الحديد التسليح اللي تحت في دراع العزم بتاعه من اول هنا لحد الاي على الاثنين، او نص ارتفاع الاستريس بلوك اللي هو عباره عن دي ناقص اي على الاثنين. تعالوا بس عشان نحسب، عشان نحسب كميه الاوردينري رينفورسمنت محتاجين نفرض اريا ستيل ونعمل على نحسب الام التيميت، نعمل تشيك ان هو ايه اكبر من الام التيميت اللي انا عايز اوصل له، او الفاكتور اوف سيفتي اكبر من او يساوي 1.1. طيب عشان نفترض اريا ستيل، الموضوع هيطول معايا شويه، يعني ممكن افترض اريا ستيل واعمل احسب الام التيميت نتيجه الاريا ستيل اللي ضفتها في القطاع، تطلع لسه بعيد، بعد كده ازود اريا ستيل تاني لاني لسه بعيد، بعد كده ازود اريا ستيل تاني. فعلشان نختصر الطريق شوية، في طريقة كده ممكن نفترض بها الاريا ستيل وتطلع معايا الناتج على طول او قريب منه، يعني بالكتير قوي هعمل تو ترايلز. طيب نفترضها ازاي؟ قلت لك دي معادلة المومنت، بيساوي المومنت نتيجة الاي بي اس ومومنت نتيجة الاريا ستيل. طيب تعالوا نفترض ان المومنت نتيجة الاي بي اس هو نفس المومنت اللي احنا حسبناه القديم، اللي هو المومنت ده، اللي هو المومنت ده. فرضا ان الاف بي اس والاي هي مش هتتغير، ده حاجه تقريبيه كده يعني. يبقى هنفترض ان المومنت نتيجه الاي بي اس هو نفس المومنت القديم اللي احنا حسبناه. طيب يبقى المومنت نتيجه حديد التسليح اللي هو عباره عن الترم ده هيساوي ايه؟ المومنت الجديد اللي انا عايز اوصل له اللي هو المومنت ده ناقص المومنت بتاع الاي بي اس، فرضا ان هو ايه؟ ثابت. يبقى المفروض المومنت نتيجه الاريا ستيل هيساوي ايه؟ الفرق ما بينه اللي هو 986.9 كيلو متر في المتر. طيب علشان افترض الاريا ستيل او اجيب الاريا ستيل، محتاج افرض الاي او يكون معايا الاي. طيب هنفترض الاي هي نفس الفاليو القديمه اللي هي كانت ب 209، يبقى ساعتها اقول الاريا ستيل في 400 على 1.15 بيساوي، افتح قوس، ال 1540 الدي ناقص الاي على الاثنين. هنفترض ان الاي هي نفس الاي ونقسمها على الاثنين، اللي هي دي المسافة اللي ما بين القوسين دول دراع العزم. خد بالك الدي عبارة عن ال 1600 اللي هو السيكنس، توتال سيكنس بتاع القطاع ناقص الكفر بتاع الاريا ستيل اللي هو كام؟ كان 60 مللي جيفن في السؤال.
خد بالك المومنت ده هضربه في 10 اس 6 علشان احوله من كيلو نيوتن في المتر لنيوتن في المتر. طيب يبقى كل القانون اللي عندي ايه في الايكويشن دي؟ الاريا ستيم. هطلع الاريا ستيم الايكويشن دي تطلع 1977 ملي متر سكوير، هلاقي حوالي لو جيت هتختار عدد من الاسياخ 6 فاي 22، هلاقي ان 6 فاي 22 يبقى هنقول له اسيوم اريا ستيم 6 فاي 22، اريا ستيم بتاعتها كام؟ 2281 ملي متر سكوير. يبقى تاني في المطلوب السادس طالب مني ان احسب الاماونت اوف اوردينري رينفورسمنت اريا ستيل عشان احقق فاكتور اوف سيفتي كام؟ 1.1. الفاكتور اوف سيفتي هيساوي المومنت الفليكشر سترينث بتاع القطاع اللي عندي على الابلايد التيميت مومنت. يبقى ده المومنت الجديد اللي انا عايز اوصل له من الفليكشر سترينث بتاع القطاع اللي عندي مضروب على الام التيميت مقسوم على الام التيميت اللي هو عباره عن 1.5 في الام ورك واساويه 1.1. طيب يبقى المومنت الجديد اللي انا عايز اوصل له كام؟ 8000 وشويه. المومنت الجديد اللي انا عايز اوصل له في حاله ان انا ضفت اريا ستيل هيساوي ايه؟ المومنت نتيجه التنشن في الاي بي اس في الدراع العظم بتاعها زائد التنشن نتيجه الاريا ستيل في الدراع العظم بتاعه. تعالوا نفترض ان المومنت نتيجه الاي بي اس هو نفس المومنت القديم، افتراض بس كده، ايه حاجه تقريبيه. ليه؟ علشان انا عشان افترض اريا ستيل من عندي كده من دماغي، افترض اريا ستيل برقم واعمل احسب الاف بي اس والاي والمومنت واعمل تشيك على الفاكتور اوف سيفتي اكبر من او يساوي 1.1، طلع مش محقق ازود اريا ستيل واحسب اف بي اس جديده واي جديده ومومنت جديد واعمل تشيك على الفاكتور اوف سيفتي مش تمام هزود الاريا ستيل. طيب في طريقه ابروكسيميت كده نقدر نقرب شويه من ايه؟ من الرقم بتاع الاريا ستيل، وبالعكس ممكن تحقق معايا من اول ترايل. ايه الطريقه دي؟ قلت لك ان المومنت الجديد هيساوي التنشن في الاي بي اس في دراع العزم بتاعه زائد التنشن في الحديد التسليح العادي في دراع العزم بتاعه. خلينا نفترض ان المومنت نتيجه الاي بي اس اللي هو عباره عن التنشن في دراع العزم بتاعه هو نفس المومنت القديم اللي احنا حسبناه من السلايدز اللي فاتت، اللي هو ايه؟ القطاع ما فيهوش غير اي بي اس بس، حسبناه كان ب 7035. يبقى ساعتها المومنت الجديد اللي انا عايز اوصل له عباره عن المومنت ده والمومنت بتاع الحديد الاي بي اس بيساوي المومنت اللي احنا حسبناه قبل كده، يبقى قال المومنت نتيجه الاريا ستيل. تعال نقول ان المومنت نتيجه الاريا ستيل هو عباره عن المقدار ده بيساوي المومنت الجديد اللي انا عايز اوصل له ناقص المومنت نتيجه الاي بي اس، يبقى يساوي 986.9 كيلو نيوتن في المتر. في الايكويشن دي معايا الاي فيلد ومعايا الدي بس ما معيش الايه. افترض الايه هي نفس الايه القديمه اللي احنا طلعناها من السلايدز اللي فاتت، كنا مطلعين الايه بكام؟ ب 209، هناخدها نفس الرقم حاجه تقريبيه. اعوض في الايكويشن دي يبقى كل القانون عندي ايه؟ الاريا ستيل. اطلع الاريا ستيل برقم واقربها لايه؟ لعدد من الاسياخ واختار القطر اللي انا عايزه، يطلع لي 6 فاي 22، احسب الاريا ستيل بتاع 6 فاي 22 الاقي كام؟ 2281 ملي متر سكوير. اقول له ده الاريا ستيل اللي انا ايه؟ هفترضها عندي في السؤال. لو مش عايز تعمل الخطوه دي ما تعملهاش، وعايز تفترض على طول افترض وتعمل الترايلز بتاعتك لحد ما توصل الفاكتور اوف سيفتي محقق معاك. طيب تعالى نفترض ان النيوترال اكسس جوه، هحسب الاف بي اس في الايكويشن بتاعتها، الايتا بي هلاقيها بنص زي ما هي ما اتغيرتش، الميو بي هتساوي الاي بي اس على البي في الدي بي هلاقيها برضو ما اتغيرتش فيها حاجه. طبعا احنا فاضيين نيوتر اكسس جوه برضه، فهنستخدم البي بتاع الفلانج والاي بي اس ثابته والدي بي ثابت، فالميو بي ثابت زي ما هي. ايه اللي اتغير عندي؟ الميو بتاع الاريا ستيل. ليه؟ لان قبل كده ما كانش فيه اريا ستيل، انما دلوقتي انا ايه؟ انا ضفت اريا ستيل. الميو بتساوي الاريا ستيل اللي انا افترضتها على البي في الدي، يبقى 2281 على البي بتاع الفلانج في الدي بتاع الاريا ستيل اللي هي 1540، يطلع لي بالرقم ده. الاوميجا هتساوي الميو في الاف يلد على البوينت اف الاوف سي يو، تطلع ب 0.012. طبعا الاوميجا داش بزيرو ما عنديش اريا ستيل داش. احسب الاف بي اس من الايكويشن، اقعد في الايكويشن يطلع لي اف بي اس 1891.4. اعوض في معادله الاتزان، الكومبريشن في الخرسانه هيساوي التنشن في الاي بي اس والتنشن في حديد التسليح العادي. اعوض في الايكويشن 0.67 اكس يو في البي في الاي على 1.5 بيساوي الاي بي اس في الاف بي اس على 1.15 زائد اريا ستيل في الاف يد على 1.15. كل القانون اللي عندي هو الايه، احسب الايه تطلع ب 240.2، اقل من التي بتاع الفلانج اللي هي ب 250. تمام كده.
يبقى الاسامبشن بتاعي تمام كوريكت، احسب الام التيم بيساوي الاي بي اس في الاف بي اس على 1.15، ده التنشن في الاي بي في الحديد البري ستريت في دراع العزم هو دي بي ماينس اي على 2، زائد التنشن في حديد التسليح العادي في دراع العزم بتاعه هو دي ماينس اي على 2. احسب المومنت، اعوض في الايكويشنز دي، معايا الاف بي اس الجديده اللي انا حسبتها ومعايا الاي الجديده اللي انا حسبتها ب 240، اعوض في الايكويشن اطلع المومنت ب 8518 كيلو نيوتن في المتر. احسب الفاكتور اوف سيفتي عباره عن المومنت الجديد الفليكشر سترينث بتاعي مقسوم على الابلايد التيميت مومنت اللي هو 1.5 في الام وركينج، هلاقي الفاكتور اوف سيفتي كام؟ 1.1 1 وكام؟ و12 من 100، اكبر من او يساوي 1.1 انا عايز اوصله، يبقى انا كده ايه تمام. يبقى الفرضيه بتاع حديد التسليح اللي افترضتها في الاول سهلت لي الدنيا خالص، خلتني اعمل طريقه واحده بس، ان انا افترضت الحديد التسليح بقيمه وطلع فعلا ان حديد التسليح ده محقق الفاكتور اوف سيفتي. يعني محتاج المطلوب الاخير نحسب الرينفورسنج اندكس اللي هي اوميجا تي. الرينفورسنج اندكس شال بي ليميتد 2، ما يكونش ما يزيدش عن 0.28. الاوميجا تي اللي هو الرينفورسنج اندكس بتساوي ايه؟ اوميجا بي زائد دي على دي بي في الاوميجا ناقص اوميجا داش. الاوميجا بي بتساوي الاي بي اس على البي في الدي بي مضروب في الاف بي اس على 0.8 في الاف سي يو. الاوميجا بتساوي الاريا ستيل على البي في الدي في الاف يلد على 0.8 في الاف سي يو، والاوميجا داش هيساوي اريا ستيل داش على بي في دي في الاف يلد على 0.8 في الاف سي يو. خد بالك في التي سيكشن او النيوترال اكسس جوه الفلانج هنستخدم البي بيساوي ايه؟ الويدث بتاع الفلانج. طيب لو الاوميجا تي مش سيف عندي ممكن ازود استخدم حديد تسليح في الكومبريشن او ازود الفاليو بتاعته لو هو فعلا موجود. الكونسبت ده نفس الكونسبت بتاع الدبل رينفورس سيكشن. في الدبل رينفورس سيكشن كنت بستخدمه في حاله ان الاريا ستيل اكبر من الاريا ستيل ماكسيمم في القطاع، فعلشان اخلي الاريا ستيل اقل من الاريا ستيل ماكسيمم كنت بزود حديد في الكومبريشن بحيث يطلع لي ايه؟ ان الاريا ستيل اقل من الاول ماكسيمم اريا ستيل عندي. تعالى نحسب الاوميجا تي او الريفورسمنت اندكس اللي هي الاوميجا تي. هنحسب الميو بي بتساوي الاي بي اس في الاف بي اس اللي احنا حسبناها على البي في الدي بي في البوينت 8 في الاف سي يو. 3350 على 1300 في 1480. خد بالك ان البي هنا النيوترال اكسس جوه الفلانج، فهستخدم ايه؟ البي بتاع الفلانج. في الاف بي اس خد بالك احنا بنحسب الريفورسمنت اندكس باستخدام الاريا ستيل، كان عندي اي بي اس واريا ستيل تمام، فهستخدم الاف بي اس بتاع اخر حاله اللي انا ضفت فيها الاريا ستيل هي في 1891 على 0.845، تطلع الرقم ده. احسب خد بالك قلت لك في التي سيكشن هنستخدم البي اللي هي الويدث بتاع الفلانش عشان النيوترال اكسس جوه الفلانش. احسب الاوميجا اللي هتساوي اريا ستيل على البي في الدي مضروبه في اف يلد على 0.8 في الاف سي يو، تطلع بالرقم ده. الاوميجا داش دي بزيرو طبعا حتى لو في اريا ستيل داش، قلت لك ايه؟ اجنورنج ذا كومبريشن ستيل. عوض في الاوميجا تي تطلع 0.1 اقل من او يساوي 0.8، ده تمام كده معناها ان الاريا ستيل واريا بي اس اللي انا استخدمته اقل من الاريا ستيل ماكسيموم، يعني هيتولد عندي داكتايل فيلير مش بريتل فيلير. تعال نشوف لو قلت لك انا عايز احقق فاكتور اوف سيفتي 1.25 من 100 اجينست التيميت فيلير. السلايدز اللي فاتت كان كام؟ 1.1. طب دلوقتي عايز احقق 1.25 من 100 باستخدام ايه؟ ازود ان انا ازود كميه حديد التسليح العادي. هنقول الفاكتور اوف سيفتي عباره عن المومنت الجديد الفليكشر سترينث اللي انا عايز اوصله للقطاع اللي عندي على الابلايد التيميت. يبقى المومنت الجديد الفليكشر سترينث الجديد اللي عايز اوصله مقسوم على 1.5 في الام وركينج بيساوي كام؟ 1.25 او اكبر منه، هنقول ان هو بيساوي. يبقى المومنت الجديد اللي انا عايز اوصله الفليكشر سترينث هيساوي 9474 كيلو متر في المتر. معادلة المومنت زي ما هي، التنشن في الاي بي اس في دراع العزم، التنشن في الاريا ستيل في دراع العزم بتاعها. طيب علشان احقق فاكتور اوف سيفتي 1.25 من 100 محتاج اعمل اسيوم للاريا ستيل واحسب الام التيميت واعمل اقارنها بالريكوارد ام التيميت دي، او احسب الفاكتور اوف سيفتي ولازم يطلع يكون اكبر من او يساوي ال 1.25. طيب علشان اعمل اسيوم للاريا ستيل في طريقة ابروكسيمت ممكن نستخدمها، هنقول ان المومنت نتيجه الاريا ستيل بيساوي المومنت الجديد اللي انا عايز اوصل له اللي هو الام الترا، واطرح منه يعني اودي المومنت بتاع الاي بي اس الناحيه الثانيه. هفترض ان المومنت نتيجه
الاي بي اس هو المومنت الاولاني خالص اللي انا حسبته للقطاع كانه ما فيهوش اري اس تي، اللي هو كان بيساوي كام؟ 7350.3 من 10. يبقى المومنت نتيجه الاري اس تي اللي هيساوي 2123.8 من 10 كيلو متر في المتر. اعوض في الايكويشن دي، افترض ان الاي، عشان الاي طبعا مش جيفن عندي، فهفترض بقيمه تقريبيه تقريبا هو نفس الاي في حاله ان القطاع ما فيهوش اري اس تي، اللي هو طلع لي المومنت ب 7350. هيبقى استخدم الاي اللي ادتني مومنت بيساوي الفاليو دي، اعوض يطلع لي الاريا ستيل ب 4253 مللي متر سكوير. اختار عدد من الاسياخ قريب من الاريا ستيل دي، يطلع لي 12 في 22. هيقول له اسيوم الاريا ستيل ب 12 في 22 والاريا بتاعتها ب 4561. الخطوه اللي بعد كده هنفترض ان نيوتن اكسس جوه الفلانش عادي، واحسب الاف بي اس. الايتا بي في الاف بي اس بنص زي ما هي ما اتغيرتش، الميو بي زي ما هي ما اتغيرتش، الميو بس هي اللي هتتغير نتيجة ان الاريا ستيل اتغيرت، يبقى 4561 على 1300 في 1540. والميو داش والاوميجا احسبها، عبارة عن الميو في الاف يلد على البوينت 8 في الاف سي يو، والاوميجا داش بزيرو، احسب الاف بي اس تطلع ب 1878.2 من 10. اطبق في معادلة الاتزان الكومبريشن في الخرسانة يساوي التنشن في الاي بي اس والتنشن في حديد التسليح العادي، اعوض في الايكويشن، اطلع الاي، يبقى كل اللي عندي النون اللي عندي في الايكويشن دي كلها هو الاي. اطلع الاي، الاي هيطلع لي ب 267.2 من 10 ملي، اكبر من ايه؟ من التي بتاع الفلانجة. يبقى الاسامبشن بتاعنا مش صح، فيبقى معناه ان الاي اكبر من التي اس، معناه ان يوتر اكسس ايه في الويب. طيب تعالى نحل، نبتدي السؤال تاني من الاول، نحسب الاف بي اس تاني والاي تاني. نحسب الاف بي اس في حاله ان يوتر اكسس ايه جوه الويب، اللي هيختلف معايا الاي تي بي ثابته، اللي هيختلف معايا الميو بي والميو بتاع الاريا ستيل. ليه بقى؟ لان الميو بي هيساوي الاي بي اس على البي بتاع الويب، بدل ما كنت بستخدم البي بتاع الفلاش هستخدم البي بتاع الويب، يطلع لي ميو جديده، والميو جديدة وميو بي جديدة، وميو جديدة هيساوي اريا ستيل على البي برضو بتاع الويب. في الدي البي بتاع الويب ب 220، يطلع لي ميو جديدة 0.0134. الاوميجا عبارة عن الميو في الاف يلد على البوينت اف الاف سي يو، والاوميجا داش طبعا بزيرو، مفيش اريا ستيل داش. احسب الاف بي اس تطلع 1280. اعوض في المعادلة بتاع الاتزان، الكمبريشن في الخرسانة يساوي تنشن في الاي بي اس، تنشن في الاريا ستيل. خد بالك الكومبريشن في الخرسانه هيساوي ايه؟ هقسم الكومبريشن في الخرسانه لتو كومبريشن فورسز، يبقى كومبريشن في الفلانج وكومبريشن في الويب، هقسمها كده بالشكل ده كده، اشد خط كده وخط كده، يبقى عندي كومبريشن هنا في الويب وكومبريشن فين؟ في الفلانج، في الجزء ده والجزء ده كده، تمام؟ يبقى الكومبريشن في الفلانج هيساوي ايه؟ هيساوي 0.67 في اف سي يو، في المسافه دي زائد المسافه دي عباره عن بي ماينس بي، بي الكبيره ماينس البي الصغيره دي مضروبه في التي اس او التي بتاع الفلانجة اللي هي كام؟ ب 250، واقسمها على 1.5 زائد الكومبريشن في الويب عباره عن 0.67 في اف سي يو في البي في العرض الويب في المسافه ايه اللي هو الارتفاع ده كله، مقسومه على 1.5، يبقى يساوي التنشن في الاي بي اس، يبقى اي بي اس في الاي بي اس على 1.15 زائد التنشن في الاريا ستيل، يبقى زائد اريا ستيل في الاف يلد على 1.15. اعوض في الايكويشن دي، الاقي كل الانون اللي عندي هو الاي، احسب الاي، الاقي ان الاي طلع بقيمه نيجاتيف. ده معناه ايه ان الاي طلع بقيمه نيجاتيف؟ معناه ان نيوتر اكسس رجع تاني جوه الفلانج، معناه ان الترم ده اكبر من مجموع دول. يبقى لما تيجي تجمع دول وتجيب ده الناحيه الثانيه باشاره نيجاتيف، هلاقي اكبر من الاثنين دول، ده معناه ان نيوترال اكسس جوه الفلانج، ده معناه ان نيوترال اكسس رجع تاني جوه الفلانج. طب في الحاله دي اعمل ايه؟ في حاله ان انا افترضت ان نيوترال اكسس جوه الفلانج وطلع بره، جيت اشتغل على انه بره طلع تاني جوه، في الحاله دي هفترض ان الاي بيساوي التي بتاع الفلانج، ان نيوترال اكسس هنا بالظبط، يبقى استخدم ان الاي بتساوي 250 مللي، واحسب اف بي اس ومومنت جديد. طيب الاف بي اس هتساوي ايه؟ الاف بي التيمت واحد ناقص الايتا في الايكويشن بتاعتي، هتبقى نفس الاف بي اس الاولانيه اللي احنا حسبناه، كان النيوترال اسس جوه فين؟ جوه الفلانج اللي هي طلعت ب 1878.
يبقى الاف بي اس في حاله ان النيوترال اكسس على او ان الاي بتساوي التي بتاع الفلانجه، كان النيوترال اكسس هنا كده مثلا، يبقى هنستخدم الاف بي اس اللي احنا حسبناها كان النيوترال اكسس ايه جوه باستخدام الاريا سيل اللي احنا افترضناه، وهنستخدم الاي ب 250 مللي، واحسب المومنت. المومنت هيساوي 3350 في الاف بي اس اللي هي 1878 على 1.15 في دراع العزم اللي هو الدي بي اللي هو 1480 ناقص 250 على الاثنين، زائد الاريا ستيل اللي هي 4069 في 400 الفيلد على 1.15 في الدي ماينس اي على الاثنين، تطلع ب 9558 و 10 كيلو متر في المتر. اشوف الفاكتور اوف سيفتي يبقى يساوي المومنت اللي هو الام التيمت اللي انا حسبته على الابلايد التيمت مومنت اللي هو 1.5 في الام وركينج، تطلع 1.26 اكبر من 1.25، يبقى انا كده ايه تمام. طب لو طلعت اقل يبقى محتاج ازود اريا ستيل.